أهلا بكم. ينهمك شركاء العملية السياسية الفائزون في الانتخابات البرلمانية بمفاوضات ومساومات لم تخلو من المراوغة ومحاولة كسب الوقت وتمرير صفقات سياسية لتشكيل الحكومة الجديدة التي ستولد كما ولدت أخواتها أو ولدت أخواتها السابقات بتوقيع أمريكي إيراني، الراعيين الأبرز للعملية السياسية في العراق. تجري هذه المفاوضات بين هؤلاء الشركاء هذه المرة في ظل تواصل التظاهرات الساخطة والاعتصامات المفتوحة المنددة بالعملية السياسية وأقطابها وأحزابها والفساد الذي أودى بالعراق إلى هذا المنحدر الخطير. مفاوضات شركاء العملية السياسية لتشكيل الحكومة القادمة هو ما سنبحثه في طاولة حوار لهذه الليلة، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: أين ذهبت تعهدات أرباب العملية السياسية بنبذ المحاصصة الطائفية التي كانت السبب الرئيس في تخريب العراق؟ وهل ما زالت الولايات المتحدة وإيران هما اللاعبين الرئيسيين في تشكيل حكومات العراق الجديد ومنها الحكومة القادمة؟ وهل ثمة اهتمام من قبل الرأي العام العراقي بجولات شركاء العملية السياسية لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر التي ستنتج الحكومة الجديدة؟ وما هي تأثيرات التظاهرات الشعبية الساخطة على مسار هذه المفاوضات؟ أم إن الأمر ليس في حسابات أو في حساب الشركاء السياسيين أصلا؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، عبد الحميد العاني، قحطان الخفاجي. قبل كل انتخابات برلمانية في العراق يكيل شركاء العملية السياسية مختلف ضروب السباب والشتائم السياسية للمحاصصة الطائفية التي قام عليهم مشروعهم السياسي، ثم ما إن تنتهي زفة الانتخابات حتى يعود هؤلاء الشركاء إلى سيرتهم الأولى في المساومات وابتزاز بعضهم البعض لتحديد وتثبيت حصصهم من المناصب والوزارات في الحكومة الجديدة. هكذا مضى قطار العملية السياسية في العراق الجديد منذ عام 2003 وحتى اليوم، فبرغم المقاطعة الشعبية للانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 من أيار مايو الماضي والتي تخطت 80% ممن يحق لهم الاقتراع فيها، وما شابها من تزوير فاضح وجسيم على حد وصف العبادي نفسه، برغم كل ذلك مضى أقطاب العملية السياسية في مفاوضاتهم وجولاتهم المكوكية لتشكيل ما يعرف بالكتلة البرلمانية الأكبر التي سيأتي منها رئيس الحكومة القادم. الجولات والمفاوضات أو قل المساومات والتسويات وشراء وبيع المناصب والمؤسسات الحيوية، خاصة تلك التي يكون جل أعمالها صفقات وعقود توريد وتصدير، جرت بوجود قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والمبعوث الأمريكي بريت ماكورغ، كما هو جار في تشكيل كل حكومات العراق منذ 15 عاماً، والتي كانت مثالاً صارخاً على التخادم الأمريكي الإيراني في العراق. بعد احتلال العراق عام 2003 صنعت هوة كبيرة بين قطاع عريض من الشعب العراقي والطبقة السياسية الجديدة التي نصبت حاكمة للعراق. ازدادت هذه الهوة اتساعاً بمرور الزمن جراء الفساد والخراب العام الذي حل بالبلد. أصبحت هذه الهوة سحيقة جدا بعد تفجر التظاهرات الشعبية الغاضبة والمستمرة منذ نحو شهرين في جنوبي العراق وبعض مناطق بغداد، وهو ما قد يكون البداية لنسف كل مشروع احتلال وعمليته السياسية التي جعلت العراق في الدرك الأسفل في كل شيء. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة التي ستبحث في مفاوضات شركاء العملية السياسية لتشكيل الكتلة الأكبر ومن ثم الحكومة القادمة. ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، ودكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين، وسيكون معنا عبر الهاتف أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين الدكتور قحطان الخفاجي. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا. لو بدأنا مع دكتور رافع الفلاحي، دكتور، شركاء العملية السياسية في مفاوضات شاقة في جولات ماراثونية لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر التي سيخرج منها رئيس الحكومة، وهذه المفاوضات أيضا تتركز على تثبيت حصصهم في الوزارات في الحكومة القادمة عموما، إذا أين التعهدات السابقة بنبذ المحاصصة الطائفية واتهامها
أنها كانت السكين التي ذبحت العراق الجديد منذ عام 2003، وإذا ما أريد للعراق أن يتعافى لابد من الطلاق مع هذه المحاصصة. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أستاذ ماجد، يعني هذا الكلام ينبذون الطائفية والمحاصصة الطائفية والإثنية، هذا كانوا أساساً لديهم مشروع وطني، لديهم مشروع النهوض بالبلاد، هذه القضية مفقودة غائبة تماماً عن أذهانهم جميعاً. والدليل على ذلك، الدليل القريب، أنه هذه الانتخابات عندما جرت ما سميت بالانتخابات، الشعب عزف عن الذهاب إلى الانتخابات، وأكثر من 80% من العراقيين لم يذهبوا الانتخابات، ومن ذهب الانتخابات مجموع الذين يحق لهم الانتخاب 24 مليون عراقي، هم تحدثوا هذا، الأرقام هذه أوردتها الحكومة الحالية 24 ولجنة الانتخابية أيضا 24 مليون يحق لهم الانتخاب، من شاركوا في هذه الانتخابات لا يزيدون عن 4 ملايين من أدوا بأصواتهم، 20 مليون من يحق لهم لم يشاركوا في الانتخابات، فأساسا هم لم يراعوا يعني هذا الموقف من الشعب ولم يهتموا لهذا الموقف من الشعب، فلماذا يهتموا بوضعية بلد وبوضعية شعب وأمنيات شعب بحاضر ومستقبل الشعب؟ هذه القضية غائبة تماما عن بالهم. لكن الشعب لم يسكت الآن، في تظاهرات ساخطة غاضبة واعتصامات مفتوحة. أنا أعتقد أن الشعب نعم بدأ هذه، ولا بد من لهذه التظاهرات، لا بد لهذا السيل من أن يكبر، أن يتسع، لأن يعني هذا أقصد عدم الاكتراث ولا مبالاة من شركاء العملية السياسية ليس بلا ثمن شعبي على الأقل ربما. نعم. يعني في المستقبل. نعم على الأقل أنا أتحدث هذا الموضوع، يعني الآن التظاهرات، شكل التظاهرات وأعداد المتظاهرين لا يتناسب مع حجم هذا الإهمال، مع حجم هذا التغاضي عن الشعب وعدم الاكتراث الشعب، عدم يعني اعطاء الشعب اي وزن. لكن قد تكون شرارة ايضا، ربما تكون. نعم. شرارة. نعم. لكن على الشعب ان يتحرك. نعم. الان بجموع هائلة جدا جدا. نعم. لان الان مواجهة واضحة. نعم. هؤلاء ذاهبون الى اختيار حكومة جديدة ستكمل المشوار بمحاصصة طائفية ومحاصصة إثنية، رئاسة الجمهورية للأكراد، رئاسة الوزراء للشيعة، رئاسة البرلمان للسنة، نفس العملية والتعهدات السابقة. ماذا سيقولون الرأي العام؟ ما هو هذه القضية، هل سيقبل الرأي العام السكوت عن كل هذه القضية وإعادة المسلسل مرة أخرى ونفس الخراب ونفس القضية مع نفس الوجوه ونفس الأحزاب التي فسدت وخربت العراق؟ الحديث ويجري الحديث عن أغلبية سياسية ستنقذكم، لكن المضحك الآن أستمع إلى أغلبية وطنية، ما يسمى بأغلبية وطنية، ويعني أنا أعجب، يعني كم من الجرائم ترتكب باسم الوطنية الآن. الآن سمعنا تعبير جديد، أغلبية وطنية، عندما الشعب ضحك على الأغلبية السياسية أو النظام الرئاسي هو الحل هكذا يتحدثون، لكن القضية تتعلق ب نظام بإطار سياسي حاكم للعراق، هو المخرب، هو الباقي، هم لا يهمهم الشعب، تظاهر لم يتظاهر، اشتكى لم يشتكي، المهم أن تبقى هذه العملية السياسية في مسارها على السكة والكل يستفيد منها، ومحاصصات وتوزيع للمناصب. على ذكر المحاصصات وتوزيع المناصب وعملية التمسك أو الإصرار على قضية المحاصصة، والسؤال دكتور عبد الحميد العاني، دكتور بما يفسر هذا التمسك والتشبث من قبل شركاء العملية السياسية بالنهج التحاصصي في تشكيل أي حكومة؟ كل الحكومات التي جرت 5 أو 4 كانت هذه ركيزتها الأساسية عملية المحاصصة، هل هو أمر مجبر عليه هؤلاء لا مفر منه؟ يعني الأمر ربما خارج إرادتهم، أم أن المصلحة الحزبية والشخصية تتوفر بهذا النهج، وبالتالي عملية التخلي عنه تخلي عن الكثير من المكاسب وربما خارج دائرة التأثير السياسي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كل ذلك موجود، والمحاصصة أو الطائفية والوطنية أو المنهج الوطني والاتحاق التوافق الوطني كما يسمى نقيضان لا يمكن أن يجتمعا. هذه الأحزاب المشاركة اليوم بهذه العملية السياسية سواء من البداية أو من التحق بركبها مؤخرا
هو يسير في إطار عملية سياسية بنيت على أساس الطائفية والمحاصصة، وبالتالي سواء أراد أو لم يرد لا يستطيع أن يخرج عن هذا القانون الأساسي لهذه العملية. هذه المحاصصة بالمناسبة هي لم تكن وليدة الاحتلال، وإنما كانت مهيئة قبل الاحتلال، وهي كانت لما يسمى في وقتها أحزاب المعارضة العراقية، التي بناء على هذه الأحزاب كون الاحتلال محاصصته وتقديره لهذه الأحزاب ولهذه المكونات، ولذلك بنى العملية السياسية وفق نسب هذه المحاصصة وعلى هذه. لكن دكتور، هذه المحاصصة حينما اعتمدت في مرحلة المعارضة ما قبل احتلال العراق ربما لم يكن متصورا أو مقدرا أن تجر كل هذا الخراب على البلد. الآن جربت المحاصصة على مدى 15 سنة من حكم العراق وجرت كل هذا الخراب والتدمير على البلد، لماذا لا تتم مراجعة هذا الأمر؟ لأن الخراب هو مقصد من مقاصد الاحتلال، والمشروع هذا هو لا يريد أن يبني دولة ولا ديمقراطية كما شيع لذلك وخدع به كثير من الناس، ولا يزال البعض ربما يدندن بهذه الأكذوبة. الغاية هي تفتيت الشعب العراقي وتدميره، وهذا ما حصل، ولذلك وفق نظرتهم هنا أن مشروعهم هو يسير في الإطار أو في الاتجاه الذي يريده الاحتلال بالتوافق مع من تخادم مع هذا الاحتلال الأمريكي. ولذا هنا نرى أن هذه المحاصصة لا يمكن، أو هذه الطائفية لا يمكن أن يخرج عليها هؤلاء الذين انتموا لهذه اللعبة. لماذا؟ لأنه في خارج هذا الإطار سيكون هنالك تنافس حقيقي ما بين الفاسد وبين النزيه، سيكون هنالك تنافس حقيقي ما بين الصالح والطالع، سيكون هناك اختيار للشعب لمن هو أهل لأن يقود البلاد إلى أو يخرجه من هذا الفساد وهذا المآسي التي حلت به. لذا نجد أن هؤلاء الساسة الذين دخلوا في هذه العملية السياسية منذ البداية أو من التحق بهم مضطر ومجبر أن يسير بهذا، لأنها هي عبارة عن قضية تقاسمات للمناصب فيما بينهم البين، ولا يمكن لهؤلاء جميعا أن يجنوا ويحصلوا على هذه المكاسب في إطار عملية سياسية نزيهة حقيقية. لو كانت هنالك انتخابات حقيقية نزيهة، عملية سياسية حقيقية، لا يمكن أن تجد لأي وجه من هؤلاء الوجوه، لأنهم جربت أحزابهم وجربوا كأشخاص وعرف الشعب العراقي. لذلك قسم كبير من الشعب العراقي ذهب إلى خيار المقاطعة، ومن دخل في الانتخابات و في الميزان الديمقراطي كما يسمى لا يمكن أنه تشكل أو يكون هؤلاء ممثلين للشعب العراقي. لذا وفق قانون أو نسب المقاطعة الحكومة القادمة أو من البرلمان الآن الذي سيشكل الحكومة هو لا يشكل أو لا يمثل حقيقة الشعب العراقي. نعم، هذا السؤال حقيقة. أيضا مهم في قضية أن هؤلاء يمثلون من إذا كانت نسبة المشاركة 24% نسبة المشاركة من يحق لهم الاقتراع، وأيضا اتساع هذه الهوة بين الجانب الشعبي، هناك تظاهرات واعتصامات، وبين قوى العملية السياسية. دكتور قحطان الخفاجي في بغداد، مساء الخير. مساء الخيرات، وحياك الله، وحيا الضيوف، وحيا المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا دكتور. قبل انتخابات البرلمانية، كل انتخابات برلمانية تشتمل محاصصة الطائفية وتحمل مسؤولية كل هذا الخراب والتدمير الذي جرى في العراق الجديد خلال 15 سنة الماضية. بعد الانتخابات تعاد أو تسترجع أو تستدعى المحاصصة الطائفية لتكون هي يعني منهاج العمل، منهاج المفاوضات لتشكيل الحكومة. أليس في هذا التناقض من قبل شركاء العملية السياسية؟ لماذا لا يتم مراجعة هذا النهج الذي جر كل هذا الخراب على العراق، وحصيلة 15 سنة لا يختلف عليها اثنان منصفان؟ حياك الله مرة ثانية عزيزي، ودعني أجيبك في طريقة أخرى قد تبدو. تفضل. أنا أقول بالنسبة إلى الادعاء الطائفية وارتهاء الطائفية الجهات المعنية عن العملية السياسية، هذا شأنهم، ولكن المشكلة لن تكون عند هؤلاء، المشكلة الكبرى تكون عند الشعب العراقي الذي يتقبل. قيل إذا خدعتني مرة فتلك عيب عليك، وإذا خدعتني مرتين فالعيب علي.
القائمين على العملية السياسية ديدنهم المذهبية الطائفية، ولا يمكن أن يعيشوا خارج الطائفية ومذهبية نهائياً. فلا وجود للحزب الإسلامي أو للدعوة أو لفضيلة أو لأي اسم آخر من المسميات إلا في ظل وسط يقوم على الطائفية ومذهبية، وبالتالي هم سوقوا أنفسهم بآلية معينة تكيفوا مع الحالة حتى أنهم أخرجوا أنفسهم مرة ثانية. الخلل بمن انتخبهم، بمن صدق بدعواهم، بمن يتأمل الآن ويراقب تحركاتهم لكي يتفقوا أو لا يتفقوا، كتلة الكبرى، نواة الكبرى وهي مسميات. إذا نقصد أخي العزيز من موضوعي، نعم هي مشكلة كبرى الطائفية والمذهبية. دكتور، على ذكر من انتخبهم، أنت إذا سمحت لي دكتور، يعني في الماضي الناس، قسم من الناس ذهبوا للانتخاب لإعطاء فرصة ما، عسى أن يكون هناك تغيير، وأيضا ربما لانسداد الأفق السياسي أمامه. هناك عملية سياسية مدعومة من كل العالم، العرب والعجم، الجيران، الأقربون، الأبعدون. يعني هذا الأمل بالتغيير ضمن إطار العملية السياسية الآن تلاشى صفر، وتجلى طبعا هذا في مقاطعة الانتخابات بنسبة 82% وفق طبعا مصادر محايدة. هناك تظاهرات شعبية ساخطة، هناك أيضا اعتصامات. المزاج الشعبي، الأمل المجتمعي ليس هو الذي كان قبل سنين. نعم، أؤيد ذلك، وأفخر أني كنت أحد الأشخاص الذين دعوا إلى المقاطعة وبصوت عالي عبر الفضائيات. نعم، وأيضا أنا أقول لذلك الآن في كتاباتي المتواضعة، أقول للشعب العراقي أنك وعيت كيف تغير العملية برمتها إن لم تعدلها، وهي أنك بدأت بمقاطعة الانتخابات، وكانت المقاطعة فعلا مثمرة وأثمرت، والعالم الآن في شك كبير وفي حيرة من أمره كيف تعامل مع عملية سياسية في مستقبل الأيام، لأن المقاطعين هم الكثر تتعدى 8%. هنا مسألة أخرى لزوما على الشعب العراقي بعد الوعي والحمد لله أن يبقى في مسيرته المقاطعة مع العملية السياسية ومع ما يتم التوصل إليه، أي بمعنى أنني أدعو الآن جادا كعراقي إلى استمرار التظاهرات، ولن تتبنت متظاهرين موضوع رفض هذه السلة التي تأكدت أن التزوير أساس وجودها وديدنها وآلياتها حتى نكمل المشوار. أما أن يتراجع الشعب العراقي عن موقفه لا قدر الله ويقبل بأي صيغة من الصيغ التوافقية التي تدفع أو تتكلف معها القائمون على العملية السياسية، هنا ستكون المسألة الكبرى الحقيقية للشعب العراقي، لأنه سوف يواجه أناس تكيفوا مع المتغيرات وقد يخطع العراقي من مرة ثانية. نعم، أشكرك دكتور رافع الفلاح. في نفس النقطة اللي طرحها دكتور قحطان الخفاجي، هل تلمس، هل تعتقد، هل ترى أن الرأي العام العراقي الآن يتفاعل، يتابع، مهتم بجولات ومفاوضات ومساومات شركاء العملية السياسية على الأقل كما كان في جزء منا إلى حد ما في السنين السابقة؟ كان ربما ينتظر انتخابات، كتلة أكبر، تشكيل حكومة على أمل، ثمة أمل كان. الآن في هذه الانتخابات، في هذه المفاوضات لتشكيل الحكومة، هل ترى مؤشرات على أن المجتمع ما زال يتابع؟ كم نسبة من يتابع ومن هم؟ أستاذ ماجد، أنا أعتقد أنه يعني خطوة العزوف هي خطوة كبيرة وخطوة موفقة وكلنا صفقنا لها. نعم، وهي مستمرة الآن. الغالبية العظمى من الشعب العراقي لا تهمه الآن مساومات ومفاوضات لتشكيل الحكومة، لتشكيل الكتلة الأكبر، الكتلة الأصغر، هذه لا تهم. لكن القضية أن الخطوة هذه الكبيرة، خطوة المقاطعة، خطوة عدم الذهاب إلى الانتخابات لا تكفي، رغم كبرها، رغم عظمتها، رغم أنها مؤثرة جدا، لكنها لا تكفي. يجب أن تتبعها خطوات. ما تحدث به أخي الدكتور قحطان هي استمرار التظاهرات، استمرار الاعتصامات. عندما تحدثت في البداية أنا قلت أنه نحتاج إلى أن هذه التظاهرات تكبر، تتسع، تتعمق، تجد قياداتها. لابد من هذا السيل أن يكون سيلا جارفا قويا. والنقطة الأساسية، نحن يجب أن ننتبه، أهل العراق يجب أن ينتبهوا الآن. يعني ذكرني الدكتور قحطان عندما يتحدث
هل نحن ذاهبون هذه الجماهير اللي خرجت وتخرج وتظاهرات وربما ستشكل سيلا جارفا لكل هذا، لكن هل المقصود هذه الوجوه وهذه الأحزاب وتنتهي القضية، أم المقصود الإطار الذي مكن هذه الأحزاب وهذه الوجوه من أن تخرب العراق؟ هنا المشكلة، المشكلة في الإطار. هذه الوجوه وهذه الأحزاب لم تكن لتستطيع أن تفعل ما فعلته خلال 15 سنة من فساد وخراب ونشر للطائفية، فكر طائفي، تمزيق للشعب، تمزيق للمجتمع، تخريب التعليم وتخريب الصحة وتخريب العراق كله وكل بناء التحتية وسرقتها بهذا الشكل والضحك على المواطنين بالطريقة التي حصلت خلال 15 سنة. لم تكن تستطيع أن تفعل ذلك لولا هذا الإطار الذي اسمه العملية السياسية. هذا الشعب عندما يتظاهر، عندما يخرج بهذه الكثافة، ونحن ندعوه أن يخرج بهذه الكثافة الدفاع عن حاضره ومستقبله ومستقبل مستقبل أطفاله ومستقبل بلده. هل تعتقد دكتور أن التظاهرات أو الوعي الشعبي الجمعي وصل إلى هذه النقطة، أنه يعي ويدرك أن الأس المشكلة هو في الإطار ولا بد من أن يستهدف الإطار وبقية استهدافاته كلها تفاصيل، القضية والعنوان الرئيس هنا؟ نعم. نحن نتحدث بغض النظر عن كمية الجهل اللي حصل خلال 15 سنة 16 سنة أكثر من 15 سنة كمية الأمية، لكن نحن نتحدث عن شعب عراقي. الشعب العراقي معروف بقدراته الذهنية، بقدراته الموسوعية، بقراءاته الجيدة. حتى الإنسان البسيط، الفلاح البسيط الذي لم يدخل المدرسة، له بالفطرة قدرة على قراءة الأمور بشكل صحيح وقراءتها بشكل جيد، من الجنوب إلى الشمال، شرقا غربا. أهل العراق معروفين، يعني معروف خصالهم، معروف تفكيرهم. فأنا أتحدث عن شعب ذكي، في قياسات ذكاء شعوب العالم يضعونه بالخانة الأولى من الشعوب الذكية، وتاريخه وحضارته تؤكد هذه المسألة. نتحدث عن شعب ذكي، إضافة إلى هذا نتحدث عن شعب عانى معاناة كبيرة ويعرف معاناته من ماذا. هل المعاناة من الحزب الفلاني فقط والوجوه الفلانية فلان وفلان وفلان؟ لا، هذه هو سؤال بسيط، والقضية لا تحتاج إلى تعقيد ويعني معادلات لوغاريتمية لكي يعرف أن القضية بالإطار مو فقط بها. وهذه الوجوه وهذه الأحزاب ما كانت تستطيع أن تفعل ذلك لولا هذا الإطار الخرب، هذا الإطار الذي يشجع على المحاصصة، هذا الإطار الذي كتب دستور مبني على المحاصصات الإثنية والطائفية ولم يكتب دستورا مبني على المواطنة. المواطن يعرف هذه الحقيقة، لذلك عليه أن يذهب إلى أساس المشكلة. أين أساس المشكلة؟ عندما يزيل هذا الإطار ستنتهي هذه الأحزاب وهذه القوى وسينتهي هذا الفساد، ويستطيع أن يحاسبهم جميعا. أنا لا أدعو للانتقام، لا أدعو إلى القتل، لا أدعو إلى هذه القضية أبدا، لكن أدعو إلى أن الشعب العراقي يأخذ حقه، يأخذ فرصته في حاضره ومستقبله. إن بقي على هذا الحال وبقي نفس الإطار حتى لو زالت هذه، لنفترض الآن هذه كل الأحزاب بدلت أسماءها وبدلت وجوهها وقدمت إلى الصفوف الأولى وجوها لا نعرفها، هل هذا سيجعلنا نثق أن المستقبل سيكون أفضل في ظل نفس الإطار ونفس المحاصصات؟ وهذا ما سنتحدث عنه بعد الفاصل، عن عملية الهوة تزدار اتساعا بين الشعب العراقي. نعم. ربما في السابق كان قطاع عريض منا، الآن تقريبا بالإجماع بين هذا الشعب بين القوى السياسية الحاكمة، استنادا إلى تجربة الخمس سنوات الماضية. إذا مشاهد الكرام، نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا في طاولة حوار في موضوع مفاوضات شركاء العملية السياسية لتشكيل الحكومة القادمة في العراق. ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدي الكرام في هذه الحلقة التي تبحث في مفاوضات شركاء العملية السياسية في العراق لتشكيل الحكومة القادمة. ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي ودكتور عبد الحميد العاني، ومعنا من بغداد
الدكتور قحطان الخفاج أستاذ العلوم السياسية. دكتور عبد الحميد العاني، المفاوضات تجري في العراق بين شركاء وأقطاب العملية السياسية في ظل معطى جديد، وطبعا أيضا معطى شرس، وهو التظاهرات الشعبية الساخطة ولا زالت مستمرة، وبصور أخرى من اعتصامات وغيرها. كيف ساهمت هذه التظاهرات، هذه التظاهرات بالذات، في اتساع الهوة واتساع الشرخ بين المجتمع، بين الناس في العراق بالإجماع، وبين هذه الطبقة السياسية؟ هذه المرة ربما لحظة فارقة في العلاقة بين قوى العملية السياسية وبين المجتمع بفعل هذه التظاهرات. هو فعلا يعني حدث جديد، لكن للأسف نحن نرى كما ذكر وسماه الدكتور رافع قبل قليل الإطار، جميع الذين شاركوا في هذه العملية السياسية في هذا الإطار من البداية إلى الآن يعيشون في حالة غريبة في تعاملهم مع الشعب العراقي، وهي قضية النظر إلى الشعب على أنه مصدر للربح فقط، وليس مصدر أو ليس جهة يجب أن تخدم. هذه الحكومات أو هذه الأحزاب الحاكمة اليوم تنظر إلى الشعب العراقي أنه فقط وسيلة لوصوله إلى المناصب، وبالتالي يكون هذه المناصب وسيلة للربح وللكسب الحرام للأحزاب وللأشخاص. أما نظرتهم أو هل يخافون من هذه من الشعب أنه التغيير، إلى الآن لا يوجد ذلك الخوف عند هذه الأحزاب، بسبب أنهم لا يزالون يعتمدون على الحماية الخارجية، لأنهم يعيشون في ظل حماية أجنبية، والعملية السياسية هي عملية احتلالية كما نسميها دائما، فهم يعيشون في ظل حماية أمريكية إيرانية، لأن المشروعين متخادمين كما ذكرنا أكثر من مرة. لذا نرى أن هذا الخطاب لدى هذه الأحزاب السياسية الحاكمة منذ بداية الاحتلال إلى اليوم هي تسير في ذات الإطار، ذات السياق، وهم تفكيرهم في ذات الشكل، وحتى مفاوضاتهم أو ما يسمى بالجولات فيما بينهم لتشكيل الكتل والصفقات وغيرها هي لا تختلف عن كل الفترات الماضية، كل الانتخابات الماضية أو تشكيل الحكومات الماضية هي تسير في نسق واحد لا يختلف من حيث الجوهر. هنالك عدة أحزاب تشترك هذه الأحزاب بعملية انتخابية مزورة، وما ينتج عنها بغض النظر عن نسبة المشاركة ونسبة التزوير يتم بعد ذلك صفقات لتوزيع المناصب فيما بينها، ثم تكون هذه المناصب وسيلة لدر الأرباح أو الأموال لتسديد فاتورة ما تنفقه هذه الأحزاب أنفقته على الانتخابات أو فاتورتها الأخرى، وبعد ذلك الأرباح. إذن هي المشكلة عندنا في العلاقة بين الشعب وبين هذه الحكومة، وبين الحكومة وبين الشعب العراقي. متى ما تصححت هذه العلاقة حينئذ يكون المسار يكون صحيحا. وهنا مثل ما ذكر قبل قليل وذكر الدكتور قحطان أنه المسؤولية تقع على عاتق الشعب، فعلا الشعب العراقي يجب أن يخرج من أسر هذا الخطاب الطائفي، وأن ينظر إلى الحكومة ليس على أنها هي من تمن عليه ما تنفق أو ما تقدم، بل أن الشعب العراقي هو الذي بيده القرار في تغيير هذه الحكومة، في تغيير الإطار الذي تسبب في هؤلاء أو في وجود هؤلاء الفاسدين. وهذه نقطة مهمة أيضا ننقلها إلى دكتور قحطان الخفاجي. دكتور، هل تتوقع أو ثمت مؤشرات أن قوى العملية السياسية قد تكون استوعبت هذه اللحظة الفارقة والخطيرة، وهي التظاهرات الشعبية الموجودة الآن، لمفارقة النهج السابق في المحاصصة، في الفساد، في تغليب مصالح حزبية وشخصية على مصالح المجتمع والبلد، الاقتراب أكثر من معاناة الناس التي تتفاقم يوميا هناك مفاقمة، خاصة وأن هذه التظاهرات جاءت على الأقل مما يعتقدون أو يقدمون يسوقون أنه جاءت من آخر قلاحهم، قلاع هذه الأحزاب الموجودة الآن، الأحزاب الطائفية طبعا الممسكة والنافذة، واللي طبعا هذه المجتمعات أو المدن التي جاءت من أجل هذه الأحزاب على أنها مظلومة، هناك مظلومية، هناك تهميش، إقصاء، احتقار، في النهاية تثور عليهم. هل ممكن استوعبوا هذه اللحظة لتعديل المسار في المرحلة القادمة؟ عزيزي أنت، أنا أرى أن هؤلاء أمام متغيرين. المتغير الأول هي الثوابت القيمية
والكيفية التي أنشئوا بها ويعملوا بها والمحصرة الطائفية وما شابه ذلك. والمتغير الثاني هو وعي العام الجماهيري الذي ترجم بحراك واضح مؤثر. إذ هم الآن بعد الفشل الذي حصل لديهم أمام الوعي الذي أنتجه متغير الوعي لدى الجماهير، هم حاولوا الآن التكيف مع مطالب الجماهير، التكيف مع وعي الجماهير لاحتواء وعي الجماهير وليس للتقرب من مصالح الجماهير والمواطنين. ولا يمكن أن يغادروا المخصصة والمذهبية والطائفية. إذن هي عملية التكيف مع المتغيرات وليس التغيير الحقيقي. فهؤلاء إن ادعوا أنهم ضد الطائفية والمذهبية أو أنهم غادروها أو أنهم يذهبون إلى ترتيب تتجاوز الطائفية دكتور على ذكر على ذكر التكيف. نعم. عملية التكيف يبدو أيضا مشوهة، يعني شركاء العملية السياسية يقدمون خطابا سياسيا وإعلاميا على أنهم متفهمون لمعاناة الناس، يقدرون معاناة الناس، يصدقون بمعاناة الناس، لكن المجتمع يريد شيء أكثر من الكلام، أكثر من الأحاديث، أكثر من التعاطف. عملية التكيف تحتاج تفضل عملية التكيف تحتاج متطلبات. نعم. من ضمن المتطلبات هي الإرادة الواعية. نعم. القرار الحكيم في الوقت المحدد. الثلاثة، الرؤية الأساسية الحاضر للمستقبل. هذه الثلاثية غائبة عن طبيعة الإدراك وعمل القوى السياسية، وبالتالي التكيف ليس يكون التكيف النهائي. لماذا؟ لأن لا يملكون مدركا، لا يملكون رؤية، لا يملكون خطابا حقيقيا، ثم لا توجد إرادة مستقلة لهذه الأحزاب السياسية لأنها مرتهنة بإرادات قوى إقليمية خارجية. هل القوى الإقليمية الخارجية والإقليم الأخرى الدولية ترغب وتزعب باتجاه تفريق العراق وتقسيمه وأضعافه؟ إذا هم يحاولون هذه القصة المعضلة لديهم، أنهم بين أن يبقوا على الآلية الموجودة لديهم وأن يتكيفوا مع الحراك الشعبي والرفض الشعبي، إذا سيفشلوا أيضا وسيكرروا ذلك. نراهم الآن في حيرة من أمرهم، فهم ما بين المصلحة الشخصية وبين الإرادة والتوجيه الخارجي وما بين غياب الرؤية، فلا دليل لهم ولا هادم لهم ولا رؤية لهم. وبالتالي أنا أرى أن هؤلاء الآن في مأزق كبير جدا. كلما استطاع الشعب العراقي أن يضغط باتجاه الحراك الشعبي وتحديد المطالب، وبالتأكيد أضيف أؤكد ماذا بي الأستاذ فلاح، عفوا فلاحي، أن المسألة ليس بتغيير الشخوص البتة، ولكن بتغيير الآلية والعملية القائمة في العملية السياسية. احنا ماذا نجني عندما يغير زيد بدل عمر والآتي وأسوأ من السابق وأكثر التوغن في الطائفية والمذهبية؟ مجرد تغيير الصور لا تغير، ولكن تغيير العملية برمتها، وأن صعب ذلك تغيير على قد تقدير قد يأتي معهم إلى حد معين تغيير آلية العمل القائمة، وبالتالي يمكن أن يجني العراق خيرا. أما أن نغير شخوص ليس إلا صاحب يضحك على الزقون، وهذه إعادة إنتاج الذات. أتوقع شاهدنا وقع هذه الحالة، والآن يهزع من هؤلاء ومن ما يفكرون به وما ينطقوه. أشكرك، شكرا للدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين، شكرا جزيلا، كنت معنا من بغداد. دكتور رافع الفلاحي، هل يتوقع في ظل المشهد الموجود في العراق، سواء مشهد التظاهرات الساخطة أو الجبال من الخراب والركام في العراق، أن تولد حكومة إلى حد ما عراقية، إلى حد ما عراقية تتعاطى بجدية مع ملفات الفساد، الطائفية، الميليشيات، الجريمة المنظمة، التدخل الخارجي؟ لأنه هذه الآن عبارة عن صواعق لقنابل مجتمعية، إذا ما انفجرت سيكون هناك تسونامي شعبي لن يبقي ولا يذر في العراق. هل من الممكن على الأقل بنوع من البراغماتية أو التكيف كما قال دكتور قحطان الخفاجي، من الممكن؟ يعني سأقول لك من البداية غير ممكن. نعم. لكني سأشرح الموضوع. نعم. لكي تكون الصورة واضحة. نعم.
الآن التظاهرات تخرج في العراق وفي الجنوب، ومن يقولون عنهم كانوا الحاضنة الشيعية التي تدعم هذه الحكومة الشيعية. نعم، يعني نتحدث بهذا الشكل الصريح والواضح. نعم، لكي تكون الصورة واضحة. المطالب عند الجماهير كهرباء وماء ووظائف وخدمات وبنى تحتية وتعليم جيد وصحة، هذه كلها مطالب مشروعة وطالب بها الجماهير. هذه الحكومة والأحزاب وكل قوى العملية السياسية تريد بنظرة غير واعية، غير منطقية، غير عقلانية، ترى أن هذه المطالب، هذه التظاهرات عندما تنادي بهذه الأشياء، تطالب بكهرباء، تطالب بماء، تطالب بتبليط شوارع، تطالب بخدمات، بمدارس بسيطة، عليها أن تستمر هكذا. هم لا يعرفون أن سقف هذه سيعلو، وهذه الجماهير التي تطالب بالكهرباء هي تعرف وتدرك، اللي تطالب بالماء وبالكهرباء وبالصحة وبالتعليم تعرف أن من يأتي بالكهرباء لا يمكن أن تتوفر الكهرباء إلا إذا توفر نظاماً جيداً غير فاسد، قادر أن يستثمر الكوادر ويضع أموال العراق في المكان الصحيح لكي يأتي بالكهرباء. وهكذا بالنسبة للماء والخدمات والمدارس والتعليم، وهذه كلها جذرها سياسية. نعم، بدايتها سياسية. نعم، بالتأكيد هذه بالضبط، وهذه بالتأكيد ستؤدي إلى أن هذا النظام كله، هذا الإطار اللي تحدثنا عنه، يجب أن يسقط، أن يزاح، ويأتي إطارا جديدا. وهذا الإطار الذي يوفر كل هذه، هذا يجب أن يكون إطارا وطنيا. هذا الإطار الوطني فقط يعطي هذه القضية. نعم، لذلك هذا غير هذا الشرح الآن يعني غير متوفر الآن. لا يمكن، هم يعتقدون أن المواطن عندما يخرج للتظاهر ويطالب بالكهرباء دعوه، لا، سقف هذه سيرتفع. على الأقل يقدمون الحد الأدنى من هذه الخدمات لإقناع المجتمع، للضحك عليه، حفاظا على أنفسهم. القضية هنا صفر الآن، صفر، وسيبقى الصفر، وسيكون تحت الصفر، دون الصفر بكثير، للسبب التالي: أن أنت خلال أكثر من 15 سنة كان العراق فيه بنى تحتية. هذا ليس حديثا عن نظام سابق، جمهوري، ملكي، لكن العراق على الأقل من عام 1921، الدولة العراقية الحديثة من عام 1921 لغاية 2003، بغض النظر عن شكل النظام الذي مر، كان هناك بناء للبنى التحتية. نعم، كان تأسيس للبنى التحتية. من عام 2003 لحد الآن كل البنى التحتية انتهت، صفر. الآن عندما تريد أن تعيد كل هذا البناء، أن تريد أن تقدم بناء، تقدم وظائف للناس، يجب أن تقدم لهم فرص للعمل. فرص العمل تتوفر عندما تكون عندك مصانع، عندما تكون لديك فرص تجارية، فرص صناعية، فرص توفرهم الفرص، توفر تعليما جيدا لكي يرفد هذا السوق، توفر سوقا وطنيا يعج بالبضائع الوطنية، منتج وطني، شكل وطني آخر، توفر خدمات، كهرباء، ماء، كلها بنى تحتية. هذه تحتاج إلى أموال هائلة. العراق فيه مديونية عالية جدا جدا. هذه الأحزاب التي جاءت لديها الآن حصص. الآن أسمع أن الرصيف الفلاني في الميناء، في ميناء البصرة، يعود للعتبة، ما أعرف العباسية، ما أعرف منه. المنشأة الفلانية تعود إلى عصائب أهل الحق. المنشأة الفلانية تعود إلى الحزب الفلاني، حزب الدعوة، حزب هذه قضية. إذن هم وزعوا العراق محاصصات بالمكاسب، بعد آبار النفط وعد المنشآت النفطية، شركات أجنبية حصلت عليها واخذتها بامتيازات لمئات السنين القادمة. إذا أموال العراق محجوزة، نفطه محجوز، الأموال التي تأتي هذه تأخذها هذه العصابات وهذه التي تحكم العراق لإدامة إطارها هذا السياسي للبقاء، فماذا سيدفعون وكيف يبنون البنى التحتية؟ إذا نحن ذاهبون إلى وهذه النقطة، هذه النقطة مهمة دكتور. إذا كل هذه المحاصصة، المحاصصة السياسية، المحاصصة في مقدرات العراق، في بنى تحتية كما ذكر الدكتور رافع في قضية موانئ، محاصصة لكل الشركاء والميليشيات وفرق الموت الخاصة، وهم ماضون بهذا المنهج غير مكترثين بالواقع، ما المشهد المتوقع في العراق إذا هذه الصورة القاتمة كما يرسمها المراقبون، ترسمها أيضا تقارير الدولية، مؤشرات الفساد وما إلى ذلك؟ أنا أشرت قبل قليل إلى ماذا يجري، يعني في إطار ما يسمى بالانتخابات أو العملية السياسية والتوافقات وتشكيل الحكومة.
الذي يجري في العراق أن هذه الأحزاب ومن يلتحق بالعملية السياسية يقوم بتقديم بعض الأموال للدعاية الانتخابية وغيرها، ثم تتبع الانتخابات وما يجري محاصصات لتقاسم هذه المناصب حتى يدر عليهم هذه المناصب أموال لتسديد هذه الفواتير، وما يزيد على ذلك يكون أرباح لهذه الأحزاب، وقسم منها ربما يدفع لأموال لأيتام وأرامل ونازحين فقط للديكور وللضحك على الذقون. إذن الذي يجري هو أن هذه الأحزاب المشاركة هي تسير في مسير أو في إطار أو طريق لنهب هذا البلد، وماذا المجني عليه هو الشعب العراقي الذي تذهب هذه المقدرات وتذهب جميع حقوقه. ولذلك نرى أن هذه النظرة القاتمة أو النظرة السوداوية المتوقعة للمستقبل هي ليس بعيدة عن ما يجري على الواقع، لأنه قضية حسابية واحد أو نتيجة واحد. مواقف سياسية أو خصوم سياسيين قضية نعم. ليست خصومة ولا، وإنما هي قضية منطقية لما جرى ولما يجري. هو مثل ما جرى بالأمس هو يجري اليوم، بل يسير العراق نحو الأسوأ، والشعب العراقي يدرك هذا يقينا. ولذا نرى أن هذا نسبة الوعي الذي نبني عليها أمل نعم. وأشار إليها الأساتذة قبل نعم. قليل في المقاطعة وفي التظاهرات، هذه يجب أن تتحول إلى آليات أخرى، لأن الشعب العراقي هو من يمتلك آليات التغيير الحقيقي، وآليات التغيير الحقيقي هي عديدة وكثيرة جدا ولا تحصر في شكل واحد. يجب أن يكون أو يأخذ الشعب العراقي على عاتقه نعم. الإصلاح الحقيقي، لا الإصلاح الذي يرفع اليوم كشعار وحقيقته هو الترقيع لهذه العملية السياسية. ما دام قد عرفنا وعرف الشعب العراقي ذلك نشكرا. ونراه في شعاراتهم عرفوا السبب، إذن الإصلاح الحقيقي هو بإزالة هذا السبب. إذن نحتاج إلى عملية تغيير كاملة حتى نذهب إلى الإصلاح الحقيقي. شكرا دكتور عبد الحميد العاني، مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين، وأيضا شكر لدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين الذي كان معنا عبر الهاتف في هذه الحلقة من طاولة حوار التي بحثت في جولات ومفاوضات شركاء العملية السياسية لتشكيل الكتلة الأكبر ومن ثم تشكيل الحكومة القادمة. نتوقف عند هذا الفاصل لنعود مع دكتور رافع الفلاحي ليرفدنا بخلاصة ما جرى من نقاش في هذه الحلقة. دكتور، شركاء العملية السياسية ماضون في مسارهم مفاوضات لتثبيت وتحديد الحصص في الحكومة القادمة، الشعب أيضا في معاناته وفي كوارثه المتعددة والمختلفة، هناك شقة تزداد بين قوى العملية السياسية والشعب. إذا ما طريق الخلاص من هذا الواقع الذي وضع فيه البلد وأهله خلال 15 سنة؟ أساساً وهذا ما تحدثنا به أستاذ ماجد في هذه الطاولة اليوم، يعني على الشعب أن يدرك، وهو أدرك هذا وهو الأكثر وعياً من الجميع، يدرك أن تشكيل حكومة جديدة، عملية جديدة، هذا الحديث كله غير مجدي قطعياً، يعني بدون تجني غير مجدي، سيؤدي إلى إعطاء فرصة جديدة لخراب أكبر. دكتور، هناك من تحدث أن هذه الانتخابات التي جرت هي آخر انتخابات في العراق، ربما نعم ربما، وهذا ما نأمله إن نعم. شاء الله. أنت
أن تجري انتخابات حقيقية بعدها، انتخابات الشعب يشارك بها بشكل واضح وفي ظل نظام سياسي غير هذا النظام يقصد السياسي. يقصد الانتخابات التي في هذا الإطار. نعم هذا ما نتمناه جميعا. الحقيقة أنه الآن مثل ما يقال، وهذا ما تحدثنا به في هذه الطاولة واجمعنا عليه جميعا، الكرة الآن في ملعب الشعب العراقي. هذه ربما العبارة التي تلخص كل القول. الكرة الآن في ملعب الشعب العراقي، هو من يحدد مصيره. هؤلاء الحكم المطلق الكامل اللي بدون تجني، هؤلاء يذهبون بالعراق إلى الخراب أكثر، إلى السرقة، إلى الفساد. نفس الإطار، نفس القوى، نفس على الشعب العراقي أن يتخذ خطوات عملية جديدة تزيح هؤلاء وتنهي هذه الكارثة. هذه الكارثة أكثر من 15 سنة، عمر طويل، كلما طال ازدادت الكارثة وخامة وازداد الثقل على العراقيين. عليهم أن يوقفوا كل هذا، إيقاف كل هذا يحتاج إلى إزاحته، وهذا ما نأمله. أشكرك دكتور، شكرا جزيلا، نلتقي في الأسبوع القادم. شكرا.